عودة لنشرة المصر اليوم من القاهرة والناس. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طالب تركيا بسحب قواتها من محيط مدينة الموصل، وأوضح في بيان أن أنقرة أرسلت قوات إلى المنطقة لتدريب مجموعات مسلحة عراقية دون موافقة بغداد. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن نحو 150 جنديا تركيا وصلوا أمس الجمعة إلى محيط الموصل التي يسيطر عليها تنظيم داعش الأرهابي لتدريب القوات الكردية العراقية مدعومين بنحو 25 دبابة. يعني ده خبر زي ده مثير جدا للجدل، يعني ماذا يحدث؟ هل تحاول تركيا الدخول او لعب دور بشكل او باخر في العراق؟ هي مش لعبة دور، هي بتلعب دور بالفعل. يعني في استغلال الحوادث الأخيرة، استغلال حادث الطائرة، استغلال، يعني في دلوقتي تركيا دور يعني متضخم جدا في ظل عدم، يعني لو احنا ما عرفناش من الأناضول ان وجود القوات قرب الموصل ده، كمان لمن يلاحظ ان ده في العمق وفي 25 دبابه، يعني مش دبابه ولا اتنين ولا طياره دخلت حدود وكده، في نوع من التمادي في السياده العراقيه. واعتقد ان هو العراق كمان ما قلناش بنسمع غير اصوات كده، صوت متضخم جدا من رئيس الوزراء، ولا نرى اي نفوذ على الارض. لو تفتكر بين يومين ورا كان بيتكلم التواجد لاي دوله ستتداخل بريا سيعتبر في حاله حرب. ما ده حاله حرب، ماذا فعلت؟ يعني انت عملت ايه؟ وجودك ايه؟ واعتقد على الدولة العراقية الان ان تمارس نفوذها الحقيقي. مش عارفين يحاربوا داعش، مش عارفين يقولوا موقفهم من تركيا، مش عارفين يقولوا موقفهم حتى من التحالف الدولي اللي انا بقول لك الخبر دلوقتي مش حددين موقفهم منه. ده ازمة حقيقية، اتمنى ان يكون هناك مواقف من مثل هذه التصريحات.